ودام القتال والذبح يا سادة يا كرام حتى وصل الفرسان إلى القصر الذي فيه كسرى. حلو. فأيقن أنه واقع في الأسر لا محالة. وفكر في طريقة للهروب من القصر. وبينما هو في عجلة من أمره دخل عليه عمر العيار مع فرسانه حيث أوسقوه وأسروه. يا طيب يا وفي الصباح يا سادة يا كرام استيقظ الأمير حمز البهلوان وهو مقيد بالأغلال وسيق به إلى دار الحكيم فأمر أن يوقف القتال وأن يعود الجنود إلى خيامهم كما كانوا قبل المعركة. يا سلام. وبينما هو جالس كذلك بين يدي الأمير دخل عمر العيار إلى مجلس الحكيم ومعه كسرى. ورأى الأمير حمز البهلوان مقيدا بالأغلال فأمر أن تفك قيوده. حلو 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 حلو. ثم تقدم وحياه تحية القائد المغوار. الله الله يا ممدوح رجال. وجلس قربه وقال له: ما تزال ملكا وسيدا في قومك ولا نريد لك إلا الخير والعافية. وبعد حين يا سادة يا كرام عفى الأمير حمزة البهلوان عن كسرى بعد أن طهرت البلاد من فساد الوزير الظالم، فطلب أن يعود إلى المدائن فأذن له وودع خير ودا. شو العبره؟